هناك رجال لا تموت وإن رحلت أجسادها إلى الخلود، فأعمالها وصناعتها للحياة وسيرتها طيبة الأثر تستلهم منها دروسا وعبرا لا تنتهي. ومنهم الأستاذ ضياء الحق الأهدل الذي أثر في كل من قابله وجلس معه إيجابيا، ونحت حبه في قلوب كل من حوله ومن كانوا بعيدا منه وتعاملوا معه، لقد كان نبيلا فعلا. رحل الضياء عن الوجود وأظلمت تعز بيوم رحيله دون الملا. شهيد الكرامة واستعادة الجمهورية، هكذا أطلق عليه محبيه بعد أن طالته يد الإجرام والغدر قبل عام من اليوم، وهو منشغل بخدمة الآخرين وخدمة وطنه وترميم الأرواح والنفوس، وهو يحسن لمن استطاع الوصول إليه ويتابع المكلومين ليعيد لهم الأمل بالحياة. وكان أكبر شغل له قبل الحرب دعم طلاب العلم وإقامة الدورات لهم وإشغال أوقات عطلهم، ثم انتقل أيام الحرب إلى الكثير من الأعمال، منها إنقاذ أرواح الأسرى والمختطفين من بين مخالب الميليشيات الإرهابية، ليكون ضياء الحق الأهدل أبا لكل من هو بسجن الحوثيين، فهو من يهتم بأسرته ويفاوض على إخراجه وأول المستقبلين له عند الخروج، والحال لمشاكله بعد عودته لأهله ومدينته. يستريح المناضلون. هذا الشهيد الذي باستشهاده خسيرته أسر الشهداء وخسيره الجرحى وخسيره الأسرى، حيث أن الأستاذ رحمة الله عليه كان هو الرجل الذي يتابع لحقوق الشهداء وحقوق الجرحى، وهو الذي يعمل على استخراج الأسرى. عرفت هذا الرجل أنه رجل لا يتردد في نصرة الحق بكل ما لديه من قوة ومن إمكانات، كان دائما في مقدمة الصفوف، حتى أنه كان لا يهتم بنفسه وأسرته. لم يعرف الكثيرين أن ضياء الحق كان مقررا لمجلس المقاومة الشعبية وصاحب الرأي الذي يلم ولا يفرق بين أعضاء المجلس، كما كان ضياء صاحب واجب إنساني في لملمة شتات الجهود المجتمعية والإنسانية في جمعيات ومنظمات ليستمر العمل وليأخذ بعدا رسميا ومنظما. وبهذا لم تفقده أسرته، بل فقدته تعز إنسانا مليئا بالإنسانية والحب للجميع في زمن الحرب الظالمة التي أخذت من تعز أجمل ما فيها.